الوطني للساحل ودار البيئة والمعهد الوطني والمعهد الوطني للتنمية البيئية والمصر الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وأيضا بمشاركة كل أطياف الجمعيات النشطة في المجال البيئي وأيضا الجمعيات النشطة في المجال استرجاع النفايات إذن والحرفيين وأيضا المؤسسات بأبواب مفتوحة، المؤسسات الإدارية والمؤسسات الخاصة والاقتصادية فيما يخص استرجاع النفايات. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المصادف في 5 جوان وفي إطار تحضير حملة مكافحة الحرائق والحماية، تمت مشاركة محافظة الغابات في معرض الذي قامت به مديرية البيئة، وذلك من أجل التحسيس من حرائق الغابات وأيضا الصيد العشوائي للحيوانات والطيور، وذلك من أجل القضاء على هذه الظاهرة. حضرنا بالطاقم تاعنا أطفال النادي الموجودين معنا اليوم في عدة ورشات، فيها ورشة الرسم ورشة التدوير بلاستيك والكارتون ورشة الغرس البستانة وورشة المطالعة وورشة الرسم. فاليوم على كل حال رانا موجودين مع كل الضيوف الموجودين معنا اليوم، وحنا يعني الهدف تاعنا الرئيسي وهو تشجيع و يعني تبليغ الاطفال والمواطنين كذلك بحس البيئي، يعني تكون ثقافه بيئيه من اجل اعاده النظر في الطبيعه. بمناسبه اليوم العالمي للبيئه الذي يصادف في 5 جمال، لقد دعت نظر البيئه نحن متوسطه الحجم الجديده الى حي 800 مسكن هنا وهنا، وقدمنا مشاريع بان اعاده تدوير الكرتون والبلاستيك. من متى راكي هنايا في البيئه؟ في اي سنه خرجتي؟ منذ دخلت كان المتوسط. وش درتي هناك؟ ما وجدتي لنا شويه؟ مشروعين، هذا مشروع إعادة تدوير البلاستيك والكرتون، إعادة تدوير البلاستيك والكرتون، ربحت فيه في مسابقة بنائية وحصلت على جائزة. شو تقولي الزملاء تاع الرئيس تاعك؟ شو تقولي؟ شكرا، ونرجو أن تقدم لنا دعما أكثر لكي نتوفق ونرفع بلادنا عاليا. أوكازيون دو لا جورني مونديال دو لانفيرونمون لو 5 جوان. On a participé pour faire une maquette. L'idée n'est pas originale, mais début. En fait, l'objectif Tana, c'est la réutilisation de l'eau, les fourrages, ou la boule et la station, elle existe déjà. Mais ماشي حتى ليتاب التاليه، التريتمون دو لابو ولا هذاك استعمال الماء اللي حنا نقولوه الويست.